اليوم بعندي سؤال، رح نصور كيف بيعملوا صابون. نحن وعم نعمل صابون بنستعمل الـ NaOH يلي هو الايترون، هو باز كتير قوي وبيحرق، مشان هيك بدنا نحضر حالنا. كيف منحضر حالنا؟ اول شيء وهول ستابس كتير مهمين، اوعى تقفون. اول شيء منحط شيء على شعرنا، لانه اذا وقعت خصلة على وجهي بدي زيحة، بحط ايدي على وجهي بيكون في عليها ايترون بحرق حالي. تاني شيء بدي احط عوينات تأحمي حالي. تالت شيء بستعمل الماسك. رابع شيء بلبس مريول. وخامس شيء بلبس كفوف. هولي اهم شيء بعملهم انا وعم حضر صابون. تاني شيء بحضر الغراض. المطرح يلي بحضر فيه صابون بده يكون في شباك قريب علي، لانه الـ NaOH بس ينزل بالمي بيطلع دخنه، وهيدي الدخنه بتحرق الرواية. هلا مثل ما لاحظتوا حضرت كل الغراض قبل ما بلش، لانه تحضير الصابون هي عمليه كتير سريعه. انا عم حضر صابون على البارد. عندي لتر زيت، رح استعمل اليوم زيت الزيتون. عندي الايترون دايما بحطه بتابروير مسكره. عندي الاسنشال اويل، اليوم رح استعمل الورد. وعندي ميزان ومي. والقوالب يلي شايفينها، عندي قوالب كتير مهضومه، فلور وكار، وعندي هولي سمايلي فيسز. بس اذا ما عندكم قوالب شو بتعملوا؟ فينا نستعمل هولي. احذرهم من وين جبتهم هول؟ جبتهم من الدامبلينجز تبع سي بلو. بحطوا الدامبلينجز بقلب هولي، فينا نستعملهم للصابون. عندي الايترون، لاحظوا كيف مسكرته بتابر وير ما بيفتح، مميز عن بقية التابر وير. هيدا الايترون بدنا ننتبه ما بنحطه بمطرح الملح والسكر، بنحطه مطرح وحده بعيد، إذا في عنا ديبو بنحط بالديبو. بدي زين قديه بدي احط ايترون. لكل لتر زيت زيتون بدي 135 جرام ايترون. بسفر الميزان بحط 135. اذا ما عندي ميزان ما بعمل، بدي ميزان ضروري. شيء كتير كتير مهم بدنا نعرفه، انه ما بنحط المي بالايترون بيفقع، بنحط الايترون بالمي. اوكي، بدنا نتذكر انه نكون حاطين ماسك. بنحرك وبنحطه حد الشباك. هيدا فريجننس منه اسنشال اويل، مشان هيك ما بكتر، لانه بيفرط صابون بين ايدي اذا كترت فريجننس. حطيت 5 ملليلتر باللتر، ما تكتروا اكثر. انا قبل بمره عملتها وفرط الصابون بين ايدي. اذا عندي اسنشال اويل فيني اوصل ل 2 او 3% من الكميه، يعني 20 ملليلتر باللتر. هيدا الـ NaOH الايترون عالية حرارته كتير. هلا اذا بتدسوه سخن تطلع لل 100 درجة. اذا عندكم ميزان ببين لكم قديه. بدي صفي الـ NaOH اذا باقي كريستو منهم ما ينزلوا بالزيت. هلا رح نزلهم بالزيت، شوفوا شو بيصير معنا. انا عم نزل بحرك دغري. دغري صاروا صابون. بدي بيتركوا تراس محلهم. هلا بدي اسكبهم. اسكبهم بالقوالب. هيدا الصابون صار له جمعة، رح فرجيكم كيف منشيله. شوفوا شو حلوين، عن جد كتير كتير حلوين. كمان هيدي منفكها هيك شو حلوة. وهول الزوايد يلي فيها، هيدي ما برشة جبنة، أحسن ما برشة البطاطا. ليه؟ لأنه من هون ومن هون ما في إلا حواريف، صارت ملسة. وبحطها هون. هول الهارتس هيك شو حلوين. برجع بغلفهم بيكلينج فيلم حتى ما تنشف الصابونة كتير. أهم شيء إذا كنا تحت 18 سنة نطلب من أهلنا يقعدوا حدنا نحن عم نعمل صابون، والأفضل ما نعمل صابون، ننطر شوي صغيرة. بليز انتبهوا على حالكم. I love you all.